مساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا الكرام، أجواء جميلة وليلة فيها الجو مثالي في ملعب المباراة. من كابينة التعليق سوافيكم أنا محبكم فارس عوض طيلة أوقات هذا اللقاء، واليوم ستكون المباراة فيها أقصى تناغم ممكن. فريق دريم ديسترويرز في مواجهة فاوندرز، كل متحمس لهذه المواجهة خاصة مع استعداد اللاعبين بشكل كامل، والكل جاهز لخوض منافسة قوية في هذه المباراة، وهذا أمر يجعل التوقعات كبيرة، ونتمنى بأن تكون في مستوى التوقعات وأن نشاهد تنافس قوي وحقيقي بين الفريقين. استعرض الآن التشكيلة الأساسية لفريق دريم ديسترويرز. فيرجيل فان دايك سيلعبين جانبي السريبة في خط الدفاع، سيرخيو كوميز سيلدا مع رودريجو في قلب الوسط، مارتينيلي يا رب على هدف الافتتاح المبكر، احتفال يشعل الأجواء هنا. دفاع قوي وتدخل لاتجاه الكرة، تقدم هجومي لا من جانب فاوندرز والبحث عن خلف الفرصة، ممكن التعادل الآن، حارس المرمى لم ينقذ الموقف كاملا، يضع الكرة في الشباك في أولى مشاركات تبع الفريق، ويبدأ بداية مثالية مع هذا النادي. حولها إلى رمية تماس، حلو التدخل على الكرة، يتقدم بالكرة، سجل ليعود إلى التقدم في النتيجة هنا. Thank you.
ينطلق هنا شوط المباراة الثاني والنتيجة تشير إلى تقدم فريق بونتس مما يمنح الأفضلية. تدخل لكن الكرة بتطول بعد ذلك وبتتحول إلى رمية كمان. واضح أن المدرب سيجري تغيير في هذا التوقيت. تدخل رائع لإيقاف الخطورة وتحرير المرمى. بتضيع الكرة فيها خطورة أصبحت أمام المرمى. هدف يريح الأعصاب. يجعل التقدم بفارق الهدفين. الدعم يأتي في هذه اللحظات. مارتيلي بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية. فرصة لهجمة مرتدة في هذه اللحظات. كرة هدف في هذه اللحظات. تسديدة والمرمى خالي. والكرة في المرمى بكل سهولة بدون أي مضايقات. يضع الكرة في المرمى الخالي. تتابع الهدف مرة أخرى. شوف الغياب الكامل للدفاع عن المرمى والكل ترك المرمى مفتوح أمام الكرة. سداسية مقابل هدفين. ثمانية أهداف حتى اللحظة في هذا اللقاء. صافرة هنا تحاول التسلل. تدخل ناجح لاستعادة الكرة. نتيجة عريضة أعزائي المشاهدين. شاهدنا فريق مسجل وفريق آخر يستقبل الأهداف. بيعدي فيها بمر. بيعدي. أورتيغا. إلى روبرتو كارلوس. مارتيلي. تدخل بكل قوة. بينية رائعة من جانب عميلي بنيم. تسديدة قوية مميزة لكن التوفيق لم يكن موجودا. أداء قدرة رائعة في قراءة الخصم. محاولة لوضع الكرة في المرمى. ست دقائق فقط. قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. هدف شرفي في الوقت الأخير في اللحظات الأخيرة. المباراة انتهت تماما. لم يعد الوقت كافيا لإحراز التعادل. نتيجة أصبحت قريبة بعض الشيء لكن التعادل ما زال بعيدا. يتوغل في الهم. تشعر بأن هناك حاجة لتسجيل المسير. متى سيتوقفون؟ أهداف كثيرة شاهدناها مشاهدينا متابعينا في مباراة اليوم. الآن جورج بيست.
الاسواني، هذا المستوى الخارق ابهر كل المتابعين. اكيد ما